كلمة الاختلاط لم ترد كما تعرفون، لم ترد في كتاب الله عز وجل، ولم ترد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما نفهمه نحن اليوم من معنى الاختلاط. وإنما هذه الكلمة هي وصف لحكم شرعي يعني وجود الرجال والنساء في وضع يدعو إلى الريبة، بمعنى أن يوجد رجال هناك الخلوة، والخلوة معروفة هو عدد يسير، امرأة مع رجل أجنبي أو امرأتان مع رجل أجنبي أو مع عدد يسير من الرجال الأجانب. فإذا وجد جمع من النساء مع جمع من الرجال مع تحقق الريبة أي عدم الالتزام بآداب الشرع من حيث اللبس، القول، النظر، لأن كل هذه وردت فيها أحكام شرعية. أما اللبس ففي قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن ثم ولا يبدين زينتهن، وأما القول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فحينما تنتفي مثل هذه الآداب الشرعية ويكون هناك اختلاط ترتفع فيه هذه الحواجز، لا تراعى فيه هذه الآداب، ويكون الوضع مظنة لأن يسري بين الموجودين ما يدفع إلى الوقوع في المحظور، فإن ذلك هو الاختلاط المحرم. كيف نفرق؟ يعني نحن نجد أن بعض نساء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا يذهبن إلى الأسواق، عندما يحتجن إلى ذلك كنا يذهبن إلى الأسواق، كنا يذهبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهبن إلى المساجد، يخرجن إلى الأعياد ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك، يخرجن للجهاد في سبيل الله عز وجل لأعمال مخصوصة، وإن كانت هذه حالة اضطرار لها وضعها. لكن هناك أولا هذه كلها أماكن عامة، كلها أماكن عامة بتعبيرنا نحن اليوم أماكن مفتوحة. ثم إننا حينما نأتي نجد أن هناك روايات وآثار تبين كيف كانت المرأة المسلمة تخرج، فكنا يصفن أنفسهن بأنهن إذا خرجن تفيلات. ما معنى تفيلات؟ أي أنهن بعيدات عن الزينة، بعيدات عن التزين بكل أنواع التزين. ثم إنهن كنا لا يحققن الطريق، يعني لا يزاحمن الرجال في الطرقات، يأخذن بجوانب، حتى في الصحن في الطواف حول الكعبة كنا يتأخرن إلى آخر الصفوف، وكذا الحال بالنسبة للمساجد. خروجهن للمساجد قال كنا يخرجن متلفعات في مروطهن. إذن كانت هناك آداب كما قلت في اللبس، في الزينة، في القول. قد لا يكون أحيانا، قد يكون الوضع عاما، قد يكون في مكان عام لكن يكون هناك خضوع بالقول. ولماذا كان النهي موجها إلى النساء؟ لأن الغالب أنه في النساء، لكن قد يكون الخضوع بالقول من الرجال. تجد شابا ينمق الكلام فيأسر به قلب النساء، لا يجوز له، يكون قد وقع في محذور لمجرد فعله ذلك، لأن ذلك ليس قول معروف، هو من الخضوع بالقول مع امرأة أجنبية لا تحل له بوجه. إذن الحديث بينهما، بين الجنسين، لابد أن يكون في حدود الاحتياج، ولا يتوسع إلى قضايا شخصية وقضايا عائلية، ومنه يخرجون إلى ما لا يعلم عاقبته إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أنصح نفسي وأذكر إخواني بأهمية التقيد بهذه الآداب، لا بد من الوقوف عندها. التساهل يدعو إلى مزيد من التساهل، إلى مزيد، وبعد ذلك هذا التساهل يؤدي إلى التفريط. وللأسف الشديد فإن هناك الكثير من الجرائم والفواحش والخطايا التي يقع فيها الشباب والفتيات،
ويكون مبعث ذلك التساهل في نظرة، في كلمة، في خلوة، يزعمون بداية أنها كانت بريئة وأن ذلك مما هو جائز شرعا، ثم يقعون في الفواحش والعياذ بالله. وما هكذا شأن المسلم. هذه الآداب وجدت لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقربوا الفواحش، لم ينهى عن إتيان الفواحش، أمرنا بالابتعاد، نهانا عن مجرد الاقتراب من الفواحش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم.